يا اهلا وسهلا، صباح الخير، تفضل. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. بنتكلم عن الغذاء، واكيد يعني بطول الحديث عن الغذاء واهميه الغذاء وكيف بيأثر على صحه الانسان. ذكرت مثال دعاء قبل شويه عن التفاح اللي مجلتن بالماده الشمعيه، بس انا بدي اعطيك كمان مثال عن الخس الصناعي اللي بيصنعوه في الصين، مكون من مواد بلاستيكيه. احنا بنشوف شكله خس لكن بناكل بلاستيك. موضوع خطير على فكره. اكيد طبعا كيمياء الغذاء تدخلت بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره، وحصل طفره غذائيه وكيماويه داخل الغذاء وداخل التغذيه وداخل الانسان، خاصه في الاونه الاخيره. فاحنا طبعا ده موضوع الحلقه نتكلم فيه النهارده، اللي هي العناصر الثقيله السامه القاتل الصامت وعلاقته بالغذاء والتغذيه وعلاقته بالانسان. فالموضوع وايد كبير جدا ووايد مهم، فان شاء الله نستفيد بالمعلومات الموجوده فيه. صباح الورد، يعني بدايتها كده قتل وسموم. صباح الخير. على طول بالقتل والسموم. والله هي الموضوع خطير جدا، وهتشوف الحقائق والارقام اللي احنا هنقولها النهارده وعن تجارب شخصيه حصلت مع ناس قريبه مني. الموضوع جدا خطير، وللاسف كل الابحاث عن الموضوع بتاع العناصر الثقيله كلها ابحاث جديده جايه بعد 2000. فمعنى ذلك اكتشفت العناصر دي وما زال جار الاكتشاف عليها ومشاكلها واضرارها على الصحه. طيب ممكن نعرف بس في البدايه العناصر الثقيله وتاثيرها على صحه الانسان للمشاهدين بيتفرجوا علينا؟ تمام. بدايه احنا هنتكلم على العناصر بصفه عامه، العناصر الكيميائيه تكوينها داخل الجسم وعلاقاتها بالعاملات الحيويه. فبدايه هنتكلم عن العناصر الكيميائيه داخل الجسم. يعني تقريبا الجسم بيتكون من اربع عناصر رئيسيه، 96% من مكونات الجسم من اربع عناصر كيميائيه رئيسيه، الا وهي الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين. دي بتكون 96% من مكونات الجسم، عباره عن الماده العضويه والماء. تمام. 4% منهم بس هو موضوع حلقه اليوم، بيخشوا في تكوين الجسم، اللي هي العناصر المعدنيه. نعم. في منها العناصر المعدنيه المفيده للجسم، ومنها العناصر المعدنية الثقيلة اللي أدخلت إلى الجسم وتسببت في مشاكل صحية ومشاكل رهيبة جدا هنتكلم عليها حاليا دلوقتي بالتفصيل. بداية هنتكلم عن العناصر بصفة عامة في الجسم، بتتقسم إلى أربع أقسام أو إلى مجاميع. لو حابين نتكلم عن المجموعة الأولى على حسب الكيمياء بتاعتها واحتياج الجسم إليها، في عناصر كيميائية أو عناصر كيميائية كبرى وفي عناصر كيميائية صغرى. العناصر الكيميائيه دي او العناصر اللي بيحتاج لها الجسم كميات كبيره، فبالتالي لابد ان احنا نوفرها عشان ما يحصلش مشاكل صحيه للجسم. في عناصر صغرى مثلا زي الحديد، زي الزنك، زي النحاس، دي الجسم بيحتاج ليها ومهمه جدا للجسم في عمليات حيويه وكمضادات الاكسده، بس الجسم يحتاجها بكميات قليله، فلابد ان احنا برضو نوفرها ونكون احنا مراقبين الحاله الصحيه بتاعه الجسم عن طريق التحاليل الطبيه وعن طريق المشاكل الصحيه اللي ممكن تظهر، بحيث ان احنا نتدرج ونمنع المشاكل دي. تمام. نيجي بعد كده في تقسيم ثاني مهم، اللي هو عناصر اساسيه وضروريه وهمه جدا بالنسبه للجسم، وما ينفعش احنا باي شكل من الاشكال نسبتها تقل داخل الجسم. وفي عناصر شبه اساسيه وعناصر غير اساسيه خالص. على سبيل المثال مثلا العناصر الاساسيه زي الكالسيوم، زي الفوسفور، زي الصوديوم. الصوديوم، زي الكلور، الحاجات دي كلها مهمه جدا، زي اليود. نعم. زي البوتاسيوم، الحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه للجسم، وما ينفعش ان هي تقل عن المعدلات الطبيعيه. سي مثلا ناخد مثال مثلا على اليود. كلنا طبعا عندنا خلفيه عن الناس اللي هي حابه بتنزل وزن وتقول لك انا عندي الغده الدرقيه والجسم ما عنده مشكله في تمثيل اليود، فاليود مهم جدا ان هو بيشغل الغده الدرقيه. نعم. ولو في الناس اللي عندها مشاكل في نحن بنشوف، معلش، هو في على قصة اليود اللي حكيتها، نحن بنشوف انه في المحلات ملح معالج باليود. بالبداية انا ما فهمتها، بعدين لا فهمتها، يا ريت تشرح طريقة استخدام اليود في 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 الأغذية. طيب، ويا ساتر يا رب من المي، أزايز المي، هي في شغلة بدي اياك تشرح لي عنها. المكونات هذول اللي نحن احيانا في نصها فاهمينها والنص الثاني حدث ولا حرج. تمام. بخصوص موضوع اليود، طبعا اليود ده ادخل حديثا للملح. حصل في بعض البلاد الاوروبيه، حصل عندهم ظاهره غريبه جدا خاصه في النساء، مشاكل الغده ظهرت بطريقه رهيبه جدا عندهم. هو احنا في علم الغذاء تحصل مشكله تبدا العلماء تجتمع ويشوفوا حلول للمشكله دي. لما ظهرت المشكله بتاعه اليود دي، مشاكل الغده الدرقيه ظهرت، فقالوا احنا عايزين ندخل اليود عشان نعالج مشاكل الغده الدرقيه. الغده الدرقيه طبعا من اهم الغدد اللي موجوده في الجسم، ليها دور كبير جدا في اداره عمليه الطاقه والحرق داخل الجسم.
فهم قالوا احنا لازم ندخل اليود، فنشوف انسب غذاء ندخل ليه اليود. فالملح قبل الستينات وقبل العصور دي مثلا ما كانش داخل فيه اليود، كان ملح صافي كلوريد صوديوم، فبداوا يطعموه باليود عشان يعالجوا المشاكل الصحيه اللي ظهرت على طريق او ظهرت بسبب نقص اليود في الغذاء. تمام. فطبعا العناصر ليها حاجات كتير جدا مهمه وليها شغلات كتير جدا مهمه. نتكلم بقى في الجزء بتاعنا او نرجع للجزء بتاعنا اللي هو العناصر الكيميائيه الثقيله. ليه تسمى بالاسم ده وهل الاسم ده صحيح ليها ولا لا؟ بس بدي اعرف هي كيف بتدخل الجسم، هل هي اصلا من مكونات الجسم ولا من خلال اطعمه او قصص ممكن الانسان يعملها بيدخلها على جسمه وبيدعم جسمه فيها؟ تمام. هو البدايه بتاعت الانسان كانت بدايه بيور، بدايه نقيه، اما لكن مع التطورات والتقدم احنا اجبرنا على التعامل والاحتكاك بالعناصر الكيميائيه الثامه والعناصر الكيميائيه الضاره بمعنى الكلمه. لو حبينا احنا نديها تعريف مثلا عناصر الثقيله، تعريف مجازا وليس حقيقي، هي عباره عن عناصر كيميائيه الكثافه بتاعتها عاليه جدا، الوزن الذري بتاعها عالي جدا، ليها خصائص وهي البايو اكيوميليشن اللي هو التراكم الحيوي داخل الجسم، ان هي بتتراكم داخل الجسم كميات كبيره جدا وبيظهر مشاكلها على الاوقات الطويله. يعني في عندنا مشكله ما بين الاسباب، ما بين الاسباب وبين النتائج. انا دلوقتي عندي عاده غذائيه معينه بتغذى على عنصر معين، فالعنصر ده عمل لي مشاكل صحيه ما بتظهرش في نفس الوقت، او بتعرض مثلا للتلوث من عنصر كيميائي معين ما بيظهرش في نفس الوقت، بيظهر على المدى الطويل. فتقريبا لحد سنه 1960 المجموعه دي اطلقوا عليها العناصر الثقيله. لكن مع التقدم بتاع العلم ومع زيادة الاكتشاف العناصر تانية، لقوا ان في عناصر تانية سامة دخلت مع المجموعة دي بس هي مش ثقيلة، فأطلقوا عليها العناصر الكيميائية السامة او الضارة للجسم. نعم. وانا صراحة يعني بحب اسميها المركبات او المواد الكيميائية، لان العناصر دي نادر ما بتشتغل لوحدها، لابد انها تتحول لاملاح داخل الجسم او مركبات اكاسيد عشان تسبب المشكله او الضرر للجسم. طيب. حضرتك سالت سؤال مهم جدا وهو ازاي هي بتخش الجسم. ممكن عن طريق الماء، ممكن عن طريق الهواء، ممكن عن طريق الجلد، مسحيق التجميل، والموضوع ده موضوع خطير جدا، ولو قلت لك ارقام دلوقتي بخصوص موضوع مسحيق التجميل ومستحضرات التجميل ارقام خياليه لا تتخيلوها من المركبات الكيميائيه بتخش داخل الجسم. يعني كان عملوا دراسات حصلت اولها الرصاص رصاص، كان عملوا دراسات حصلت لقوا ان من 2 ل 3 كيلو من المركبات الكيميائيه بتخش داخل الجسم على مدار السنه للمراه الواحده اللي بتستخدم المساحيق ومستحضرات التجميل بقى، بما فيها كريمات الاساس، ما فيها كريمات الترطيب، ما فيها المونيكير، ما فيها مزيلات العرق، ما فيها البرفانات، ما فيها الاسبراي بتاع الشعر. مظبوط. من 3 كيلو بالمتوسط 3 كيلو على مدار السنه. معناته يا منى انت معاكي حق لما بتنصحينا في المواد الطبيعيه. صح والله. انا بس عايزه الموضوع يكون ابسط شويه استاذي. معلش هنرجع الموضوع الاساسي اللي هو العناصر الثقيله، حضرتك بس سمهم لي، يعني اديني اسمائهم وقول لي انا اتجنب ايه لعدم التعرض للعناصر الضاره زي ما حضرتك يعني ذكرت من شويه. حاجه تانية، في امور احنا بنستخدمها بشكل يومي زي الميكرويف مثلا، ما نعرفش الاضرار اللي بتجيلنا منه، قالوا الاشعه اللي فيه ده قد ايه مضره، طرق غسل الاكل، الاشياء اللي احنا بنتعرض لها بشكل يومي واحنا ما نعرفش ان هي مضره، لانه انت عارف حضرتك انه المركبات دي او العناصر دي يعني ما تشافش بالعين مجرد احنا بنتعرض ليها بناكلها. واحد مثلا ما بيغسلش ايده ويروح ياكل، واحد بيلعب مع الحيوان الاليف ويروح ياكل، الامور دي كلها اكيد طبعا ده مش طبيعي واكيد مضر لينا، بس حاول تبسط لنا شويه المساله. اكيد احنا شويه هنبسط المساله. هنتكلم انا طبعا عناصر الثقيله كثيره جدا، وعشان وقت الحلقه يعني قليل فانا جايب تقريبا 5 امثله هنتكلم عليهم. نعم. ازاي هم اعراض الاصابه بيهم بتكون عامله ازاي في الجسم، وازاي ان احنا نخلص الجسم منهم، وطريقه العلاج ازاي، بحيث احنا برضو ندي مثال للساده المشاهدين يعرفوا خطوره الموضوع راح فين وجايه منين بالظبط. فهنتكلم في النقطه دي، بس قبل ما ننقل عليها في نقطه جدا مهمه اللي هي طرق الاصابه او طرق ازاي الحاجات دي بتخش داخل الجسم، وهنتكلم في الاخر الميكانيزم بتاعها، اليه العمل بتاعها داخل الجسم بتتم ازاي. فسامحوني هو وقت الحلقة قليل، بس أنا حاول قد ما أقدر ألم الموضوع بحيث نوصل المعلومة للسادة المشاهدين ويكون أمور واضحة، لأن الموضوع جدا خطير. نعم. يعني أنا بعتبره يعني آفة العصر اللي احنا بنعيشه حاليا دلوقتي، لأن احنا مجبرين إن احنا نتعامل مع العناصر. صحيح. دي
وهنقول ايه الحلول. يعني احنا خلاص بما ان احنا موجودين فايه الحل عشان نتجنب اضرارها او نقلل من حته الضرر بتاعها. تمام. نيجي لنقطه مهمه جدا، طرق ادخالها داخل الجسم ازاي هي بتخش. اتكلمنا على الماء واتكلمنا على الهواء واتكلمنا ممكن عن طريق استنشاق الغبار والهواء الملوث والكلام ده كله، وحمايه البيئه وظيفه كل فرد موجود على كوكب الارض. ما فيش وظيفه حد معين، لا كلنا مسؤولين على الحمايه بتاعه البيئه وتنقيه الهواء من العناصر السامه والحاجات المشاكل الموجوده فيه. كل واحد على قد ما يقدر يزرع نبات، يزرع شجره قدام بيته، يزرع ورده على شباك بيته، فالموضوع مهم جدا وايد، فدي مسؤوليه الجميع. تمام. نيجي بقى عن طريق الدواء. مثلا دلوقتي الطبيب قال لك دواء معين او الصيدلي قال لك دواء معين، مش معنى ذلك ان انت تقعدوا مستمر على طول. ما ينفعش تكرر دواء الا ما ترجع للطبيب، لانه عارف الدواء ده تاخديه شهر وتوقفيه. اكيد في عنصر معين او مركب كيميائي معين عارف ان هو مديك بعد شهر، لك ما تكررش الدواء ده ما ترجعيه لي تاني. مع ذلك الجسم ياخد فتره لحد ما يتخلص من المخزون بتاع الدواء اللي هو. خليني اكتب ورا حضرتك. اول حاجه الادويه المفروض ان احنا ناخد بالنا ازاي نستخدمها ونتعامل معها. اكيد طبعا عن طريق استشاره الطبيب ورجوع للصيدلي المختص. يعني تمام، ما اكررش دواء هباء، لازم ارجع للناس المختصه. بس لحتى نبسط شوي الموضوع، بدي اسماء عناصر واضحه لحتى كمان منا تكتب. هنتكلم دلوقتي. تمام. احنا هنتكلم دلوقتي، بدايه هنبدا بالالومنيوم. نعم. تمام. اعراض الاصابه بتاعته ايه وازاي نعالجه والحاجات. هنتكلم على الالومنيوم، نتكلم على الرصاص، هنتكلم على الزرنيخ، هنتكلم على حاجات كتير جدا منتشره. يعني معظم الحاجات اللي احنا بنحتك بيها. بدايه نبدا بالالومنيوم. الالومنيوم طبعا اعراض الاصابه بتاعته بتشبه اعراض الزهايمر والكساح، لانه بيشتغل على مراكز المخ والدماغ وبيشتغل على حاجه اسمها نيورو ترانسميتر، انتقال الاشارات العصبيه. فاعراض الاصابه بالالومنيوم بتشبه اعراض الزهايمر والكساح. لذلك الابحاث الجديده كلها دلوقتي، يعني في ناس اتعالجت بطريقه خاطئه على مدار السنين اللي فاتت. يعني انا احكي لكم قصه قصيره. نعم. بس ما نخش في موضوع الرصاص، ان القصه متعلقه بالرصاص وانتم لوحدكم هتفهموا الموضوع. يعني تمام. فالالومنيوم اعراض بتاعته زي اعراض الكساح، اعراض الزهايمر دي. نعم. رقم واحد ورقم اثنين. يعني يكون من ضمن اعراض الاصابه بالتسمم الالومنيوم المغص، ممكن الكساح، اضطرابات الجهاز العصبي، ان هو بيقلل الكالسيوم في الجسم، بيعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي والام حاده وضعف في العضلات. دي اعراض الاصابه. بيدخل ازاي الالومنيوم؟ بيدخل ازاي طريقه الاصابه بالالومنيوم او ازاي الجسم بيتعرض. رقم واحد احنا بنتعرض لها يوميا مزيلات العرق، فيها نسبه الالومنيوم عاليه جدا، فلازم نكون حريصين جدا ان احنا نشوف نوعيه تكون نوعيه كويسه، يعني مايله للمواد الناتشرال وما تكون مليانه بالمواد الكيماويه. انا بعرف انه لو بدنا نفتح محاضره ما راح نخلص، بس الورقه تبعتك بتخوف هذه، دير بالك. يعني وهي بتلعب يمين شمال شوي، صراحه بخاف والله. الموضوع صراحه انا موضوع يخوف. انا الناس حالات، انا احكي لكم حالتين حصلوا من اثنين قريبين مني جدا. الحاله الاوليه صديق عزيز عليا، تقريبا شالوا له فص من الكبد، كان عنده الم رهيب جدا بيجيله في البطن، وشالوا له فص من الكبد وما زالت المشكله موجوده، والاخر اكتشفنا ان هي تسمم معدي. الله يستر يا رب. طبعا. يا رب نتمنى انه كل الناس اكيد تتوعى من هذا الموضوع يا رب العالمين. هو الهدف من الحلقه دي رقم واحد ان احنا نوعي الناس. مزبوط. ان الموضوع ابحاثه كلها جديده ومشاكله كلها متراكمه على مدار السنين. اكيد. طب كيف بقى الالومنيوم بيخش الجسم؟ رقم واحد اواني الطهي. يعني فتره من الفترات كان بيستخدموا النحاس. نعم. تقريبا قبل 100 سنه فاتت كانت كل الاواني عباره عن نحاس، الحلل بتاعه الطبخ والاطباق بتاعه السفره كانت معظمها كان فيها نحاس. بعد كده ظهرت مشاكل النحاس، لغوا النحاس ودخلوا الالومنيوم. الحين دلوقتي ما ظهرت مشاكل الالومنيوم، لغوا الالومنيوم ودخل بقى التيفال والصيني والاستانلس والحاجات اللي احنا شايفينها حاليا. فعلا. دلوقتي فعلا اقل ضرر. وفي شغله ثانيه كمان محمد، انه كيف حفظ الاطعمه بالمواد هذه، هي بتاثر كثير. وفي فيها يعني مثل الزيت ما نحطه بالتنكه، يعني في اشياء يعني بتحس انه فعلا موضوع خطير، ولازم نحن نعرف المواد اللي موجوده عندنا كيف نتعامل معها. يا منا الاهم كمان طريقة التوعية، ان احنا ازاي نثقف نفسنا كيميائيا، ازاي نعرف ايه المضر لينا وايه المفيد لينا. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا، في معلومات كتير عارفة عندك انت لازم تقول. طب انا صراحة هو في نقطة مهمة سريعة كنت عايز اقولها، فمش عارف هل وقت الحلقة يسمح ولا ما يسمحش. اكيد فضل. تمام. فاسمحوا لي معلش، يعني احنا على سبيل المثال الالومنيوم في العناصر الثقيلة، في طبعا حاجات اتكلمنا عليها على الرصاص، في مثلا الكادميوم، في الزئبق، دي كلها طبعا والزنك يعني تمام. فدي بعض العناصر الثقيله. فانا هتكلم على نقطه سريعا ومش هنطول فيها. اتفضل. اللي هي بعض المعاملات على الغذاء
بتسبب مشاكل صحية خطيرة وسامة ومسرطنة بدرجة ثالثة. نعم. المعاملات الحرارية. لو حبينا نتكلم مثلا نتكلم على اثنين وسريعا. اول حاجه مركب اسمه مركب الفوران. مركب الفوران ده بينتج عن المعاملات الحراريه مثل التحميص على حبوب القهوه. ان بعض الشركات او بعض المحلات المسؤوله عن تحميص القهوه بيحمصوا القهوه لدرجه انها ممكن توصل لدرجه قريبه من التفحيم. فده بينتج مركب خطير جدا منتج اسمه الفوران. الفوران ده منتج مسرطن. الله يسترنا. هناخد بالنا من النقطه دي. النقطه الثانيه عايز اتكلم عليها حاجه اسمها الاكريلاميد. الاكريلاميد ده تقريبا من 30 سنه اتصنف على ان هو ماده مسرطنه من الدرجه الثالثه وتقريبا هو موجود في بيتنا كلنا. نعم. ينتج الاكريلاميد ده من التسخين الزائد للاغذيه اللي تحتوي على النشا وخاصه البطاطا. لما انا اعمل عمليه قلي للشرائح بتاعه البطاطس او اجيب بطاطس جاهزه او اكياس الشرائح البطاطس الجاهزه تشيبس والكلام ده كله. استاذ محمد لازم ناخدك على المطبخ على طول. لا لازم نعمل دايت وحياتك على هالاشياء اللي قلت لنا اياها. الواحد صار يخاف ياكل. يا محمد احنا برضه هنقول الطرق. يعني عندك الاكريلاميد ده لما نسخن البطاطس لدرجه حراره عاليه جدا واستخدم الزيت اقل بيه مره واثنين وثلاثه فبالتالي منتج الاكريلاميد بيكون نسبته زياده في الاكل يسبب مشاكل صحيه كتير جدا. بعد ذلك التدخلات بتاعه الانسان على الغذاء والمعاملات الحراريه سببت لها مشاكل صحيه كتير جدا. طبعا نتمنى السلامه للجميع يا رب العالمين. استاذ محمد شرفتنا ونورتنا. بنتمنى نشوفك في لقاءات اخرى. ليش تضحك انت؟ ما اضحك انت لانك عم بدي اعمل دايت. ماشي نطلع بريك ونكفي حديثنا ان شاء الله.